والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فإن الأضحية سنة مؤكدة وفيها فضل عظيم، وأول من أمر بها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم، يعني انقاد لله سبحانه وتعالى، وتله للجبين، تل ابنه على جبينه لئلا يرى وجهه، وأراد أن يذبحه، ناداه الله عز وجل: أي يا إبراهيم، قد صدقت الرؤيا، يعني فعلت ما أمرت به، إن هذا لهو البلاء، أي الاختبار المبين. ثم قال جل وعلا: وفديناه بذبح، يعني كبش من الجنة، بدل أن يذبح ابنه أنزل الله له كبشا من الجنة فدية لابنه. وقد ذكر أهل العلم شروطا للأضحية، من هذه الشروط أن تكون الأضحية ملكا للمضحي، فلا تصح بما لا يملكه كالمغصوب أو المسروق. نعم، لابد، الشرط الأول أن تكون الأضحية ملكا للمضحي أو مأذونا له فيها، فلا يجوز أن يضحي بشيء لم يؤذن له به وليس ملكا له. ومن شروط الأضحية بلوغ السن المعتبرة شرعا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جدعة من الضأن. فمن الإبل ما تم له 5 سنين، ومن البقر ما تم له 2 سنين، ومن الماعز ما تم له 1 سنة، ومن الضأن ما تم له 6 أشهر. من شروط الأضحية سلامة الأضحية من العيوب، كما بيّن ذلك النبي عليه الصلاة والسلام: 4 لا يضحى بهن: العوراء البين عورها. العوراء البين عورها، وأما الشيء الخفيف في العين فهذا لا يضر. والمريضة البين مرضها. المريضة البين مرضها، أما المرض الخفيف الذي لا يظهر عليها فإنه لا يضر. والعرجاء البين ضلعها، وهي التي لا تطيق المشي مع الصحاح. والعجفاء التي لا تنقي، والعجفاء يعني الهزيلة. وألحق الفقهاء كل ما فيه عيب فاحش يؤثر على سلامة الأضحية من العيوب. وتجوز الأضحية بواحدة عن أهل البيت الواحد، فإذا ضحى بالشاة أجزأت عنه وعن أهل بيته. ضحي أهل البيت بيضحية واحدة عنهم جميعا، وأما إذا كانوا ما هم أهل البيت وإنما أفراد متفرقون فإن على كل واحد أضحية. تقول عائشة رضي الله عنها: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين، فقال في أحدهما بعد ذكر الله: اللهم عن محمد وآل محمد، وفي الآخر: اللهم عن محمد وأمة محمد. يقول: عند ذبح الأضحية بسم الله، هذا واجب، وإن زاد عليه بسم الله والله أكبر فهذا مستحب. إذا سمى من أراد أن يضحي عنهم فهذا أحسن وأتم، وإلا تكفي النية. وتجوز المشاركة في الأضحية إذا كانت في الإبل أو البقر. الإبل والبقر تجزي كل واحدة منهما عن 7. يسن للمضحي أن يأكل من أضحيته ويهدي الأقارب ويتصدق منها على الفقراء. قال الله تعالى: وأطعموا البائس الفقير، وقال سبحانه: وأطعموا القانع والمعتر. وأطعموا القانع الذي لا يسأل، والمعتر الذي يسأل، كل له حق من الأضحية. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: فكلوا وتصدقوا وادخروا. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر.